السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مرحبا بكم في قناتكم الطبخ سهل مع أسماء. الوصفة ديال اليوم الوصفات اللي يعني البسيطة السهلة المعروفة اللي الناس كاملين كيديروها. نعطيكم أنا اليوم الوصفة ديالي، نتمنى إن شاء الله أنها تنال إعجابكم، يعني أن هذه الوصفة مجربها وكتعجبني وقلت أنا نشاركها معكم إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو فيها، غادي نحتاجو 4 ديال البيضات يكونوا في درجة حرارة المطبخ، يعني نخرجوهم من الثلاجة قبل ما نبداو نخدمو. السكر سنيدة عندي 220 غرام ديال السكر، طحين 200 غرام، عندي هنايا القشدة الطرية السائلة 90 غرام. بالنسبة للزيت غادي نحتاج واحد 70 غرام هكاك تقريبا، وعندي عصير ديال حامضة كبيرة او ما يعادل واحد 60 غرام ديال عصير الحامض عصرتها وصفيتها. عندي واحد 10 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى الكيماوية اولا البيكين باودر، وكذلك قشرة ديال الحامضة كبيرة تكون محكوكة. هانتوما كتشوفوا في الكيسان، اللي بغات تعبر بالكاس تعبر، كتشوفوا انا كنفضل نعطيكم المقادير بالغرام باش يكون داكشي مضبوط اكثر، ولكن هما الكيسان راهم حداكم كتشوفوا، الا بغيتوا ديروا بالكيسان ما كاين حتى شي مشكل. المهم هادو هما المقادير، وندوزوا دابا على بركة الله لطريقة التحضير. اول خطوة غادي نبداو بها في التحضير ديال الكيكة ديالنا هي في البول. فاش غادي نطلبوا غادي ندير السكر سنيدة، غادي نزيد معاه قشره ديال الحامضه محكوكه تكون كبيره، الا كانوا صغار نديروا جوج، وغادي نحاول ندير بحال هكا بيدي، ندخل هذيك داك السكر ينسجم لي مع ديك القشره ديال الحامض باش يتنسم لي مزيان، وبالتالي يعطيني تعطيني الكيكه واحد النكهه ديال الحامض زوينه. هانتوما دخلت مزيان ديك القشره ديال الحامض مع السكر، بقيت كنفركها بحال هكا بيديا، خليته واحد 5 دقائق باش كيولي لي داك السكر بحال كيفسك شويه، يعني كيتنسم مزيان بالقشرة الحامض. عاد كنزيد عليه 4 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. هنايا غادي ندوز نطرب هاد السكر مع قشرة ديال الحامض والبيض، غادي نطرفهم في الطراب الكهربائي لواحد المدة ما بين 6 حتى 8 ديال الدقائق حتى يتضاعف الحجم ديالهم مزيان. بعد ما طربت مزيان 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 داك البيض والسكر، ها هو الشكل ديالو كيولي واخد اللون الابيض، كيولي هكا على هذا الشكل هذا، وكذلك كيضاعف الحجم ديالو. دابا ما بقالي غير غادي نضيف الزيت تدريجيا، وانا كنطرب بسرعه بطيئه جدا، موراها القشده الطريه السائله، وموراها العصير ديال الحامض اللي عصرته وصفيته بحال اللي غتشوفوا على هذا الشكل. بحال شفتوا ضفت العناصر السائله اللي هما الزيت القشده الطريه السائله والعصير ديال الحامض، وطربت باش ينسجموا لي العناصر مزيان، ولكن على سرعه تكون جد بطيئه، اولا بلو فوي يعني الطراب اليدوي غير ينسجموا نحبسوا ما نبقاوش نزيدوا في الطراب. دابا غيبقى غادي نضيفوا اخر عنصر واللي هو طحين. غادي ندير طحين بحال هكا مع ديك القبصه ديال الملح اللي كنا ذكرنا، والخميره ديال الحلوى الكيماويه اولا البيكين باودر، غنخلطهم كاملين، نغربل هاد العناصر الجافة الأخيرة على هاد الشكل هذا. ودابا غادي نخلط بأون سباتول أولا بطراب ديال اليد حتى تنسجم لي الطحين مزيان، ينسجم لي مع باقي العناصر. دابا مبقالنا غير نخلطو هكا مزيان بأون سباتول باش يدخلنا داك الطحين مع باقي العناصر، وفي الأخر أنا كنكمل بطراب اليدوي هكا مفوي باش ميبقاوليش شي كويرات ديال الطحين، أولا غير هو غير بشوية، يعني ماشي باش منهبطوش هداك البيض اللي كنا طلعناه من قبل. نتوما بحال اللي كتشوفوا من بعد ما زدنا الطحين ها هو القوام اللي كنحصلوا عليه. اذا لاحظتوا ان داك الكميه ديال الطحين اللي عطيتكم انا ما قداتكمش، كتزيدوا واحد شويه ولني تدريجيا باش ماشي عاوتاني تجيكم يجيكم الخليط ثقيل بزاف. هنا صافي كنكون موجده واحد المول اللي دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالطحين، وغادي نكب الخليط ديال الكيكه ديالي. الفران يكون مسخن بطبيعه الحال على درجه حراره 160 درجه، انا درته على درجه حراره 160 باش ما يتحرقليش، وكنديروا في الرف المتوسط من الفرن وكنطيبوا صافي. الكيكه ديالنا هي من بعد ما كطيب انا خدات لي تقريبا ما بين 35 حتى 40 دقيقه، كنخرجها من الفران من بعد ما كتبرد شويه كنقلبها فوق ورق او فوق طبق التقديم يعني، وكنخليها تبرد تماما. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا درت لها غير السكر كلاص هنايا. نتمنى ان هذه الوصفه اللي هي جد سهله وبسيطه تكون نالت اعجابكم، انكم تجربوها
اي تساؤل او استفسار خليوه لتحت في التعليقات ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو اذا عجبكم، تبارطاجيو كذلك، تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.